اشترك في قناة رويش تي في وقم بتفعيل الجرس ليصلك كل جديد أولا بأول. عناوين النشرة: ابنة الفنانة اللبنانية ديانا حداد تثير الجدل. إيمان البحر درويش يصاب بنزيف في المخ وهذا هو السبب. ملكة جمال العالم لعام 2017 هندية. أحلام الإماراتية تخرج عن صمتها بعد اتهامها بعدم الوطنية. جديد أزمة مشربتش من نيلها بين شيرين ونقابة الموسيقيين في مصر. المدعي على سعد المجرد بالاغتصاب تخرج عن صمتها. هجوم من الكويت على أنغام وأصالة. عمرو دياب يفاجئ جمهوره بالانتقال من الغناء إلى تقديم البرامج. النشرة الفنية من قناة رويش تي في. تحولت صوفي ابنة الفنانة ديانا حداد إلى مادة دسمة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ينتظر الكثيرون نشر صور جديدة لها لكي يباشروا في التعليق عليها سلبا أو إيجابا. صور صوفي نالت إعجاب الكثير من المتابعين الذين أثنوا على جمال ديانا حداد وابنتها صوفي، وهناك من توقف عند الشبه الكبير بين الأم والابنة. ولقد سبق للفنانة ديانا حداد أن نشرت مقطع فيديو دافعت فيه بقوة عن ابنتها صوفي، مؤكدة أن جمالها طبيعي، وذلك بعد الانتقادات الكثيرة التي وجهت إليها بعد نشر صور لها خلال الاحتفال بعيد ميلادها 21، حين رأى البعض أنها خضعت لعمليات تجميل في الأنف والفم. كشفت مصادر مقربة من المطرب إيمان البحر درويش عن تفاصيل وأسباب أزمته الصحية الأخيرة، مؤكدة أن تقدم نقابة المهن الموسيقية ببلاغ رسمي إلى النائب العام ضده وطلب استدعائه وتحويله للمحاكمة الجنائية كان سبب في ارتفاع ضغط الدم، ولم يتحمل أحد الشرايين بالمخ فانفجر ليحدث نزيفا تسبب فيما بعد في غيبوبة. المصدر نفسه أكد أن إيمان البحر درويش خاض معركة من أجل إحياء حفله الفني الساهر في نادي النصر يوم 16 من نوفمبر الجاري، وتحدى قرار شطبه من سجلات النقابة، وبالفعل فقد نجح الحفل، ولكن رئيس لجنة التفتيش والمتابعة بالنقابة علي الشريعي استغل صور الحفل ليقدم بلاغا رسميا إلى النائب العام أكد فيه أن إيمان قام بإحياء الحفل من دون التصاريح اللازمة ولم يدفع الرسوم المستحقة وهي مال عام، ولهذا يلتمس استدعاء المطرب والتحقيق معه وتحويله للمحاكمة الجنائية. وفور علم إيمان بالبلاغ انتابته نوبة غضب أثناء وجوده بمنزله في الإسكندرية، فأصيب بارتفاع في ضغط الدم ثم نزيف في شريان بالمخ تسبب في غيبوبة، وتم نقله على الفور لإحدى المستشفيات وخضع لجراحة بالمخ لوقف النزيف، ثم بدأ لاحقا باستعادة وعيه. تربعت مانوشي شيلار ملكة جمال الهند على عرش الجمال العالمي لعام 2017 بدورته 67 في الحفل الذي أقيم في الصين وتحديدا في مدينة سانيا. تنافست مانوشي البالغة من العمر 20 عاما والتي تدرس الطب في الحفل مع 117 ملكة جمال أخرى من شتى أنحاء العالم، كما عرض الحفل في 160 دولة. وقد حلت وصيفة أولى ملكة جمال المكسيك البالغة من العمر 23 عاما، فيما كان لقب الوصيفة الثانية من نصيب ملكة جمال بريطانيا البالغة 22 عاما، وكان قد وصل إلى النهائيات 40 متسابقة. تنافسنا في الحفل الذي استمر على مدى 3 ساعات على اللقب، وكانت من بين المتسابقات ملكة جمال لبنان لعام 2017 بيرلا الحلو التي تألقت بتصميم مميز من اللبناني العالمي جورج حبيقة. خرجت المطربة الإماراتية أحلام عن صمتها وقررت أخيراً أن توضح موقفها من الأزمة الخليجية القطرية، وغردت أحلام عبر حسابها على تويتر لتؤكد محبتها لبلدها الإمارات العربية المتحدة واعتزازها بها وكذلك حبها لقطر لأنها صاحبة فضل عليها وأن السعودية هي تاج رأسها. وكتبت: أنا إماراتية ولي الفخر وأفدي بلادي وشيوخها وأهلها بروحي،
وزوجي وأولادي من قطر ولها فضل علي، والسعودية تاج راسي، والخليج كله صاحب فضل علي، فلا تحملوني ما لا أطيق، واتقوا الله فيني وفي أنفسكم. ويبدو أن تغريدة أحلام الأخيرة جاءت بهدف تخفيف حدة الهجوم عليها من جانب المغردين الذين يرون أنها تساند قطر على حساب بلدها الإمارات. هذا وقد سبق لأحلام وأن أكدت حبها واعتزازها بالإمارات العربية المتحدة بتغريدة أوضحت فيها بأنها لم تقدم أي أغنية وطنية لبلدها، لأنه لم يعرض عليها أي ملحن أو شاعر أو مطرب القيام بهذا الأمر. عبر بيان رسمي أعلن نقيب الموسيقيين المصريين المطرب هاني شاكر قبول اعتذار الفنانة شيرين عبد الوهاب ورفع الإيقاف عنها، وأوضح البيان أن المطرب استجابت لدعوة النقابة للخضوع للتحقيق بصدر رحب، وأنه لا توجد خصومة بين النقابة والفنانة، وأن ما جرى يمثل إجراء داخلي للحفاظ على شيرين وحمايتها لمكانتها الكبيرة، ولأنها ابنة لهذا الكيان الكبير الذي مثله عبر تاريخ الفن رموز كبار مثل أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب. ذهب البيان إلى أن صفحة الخلافات قد طويت، وذلك من أجل دعم الفنانة والتفرغ لدعم الوطن ثقافياً وفنياً في هذه المرحلة التاريخية الفارقة لتحقيق طموحات الشعب المصري. تعود القصة إلى رد شيرين على طلب معجبة بأن تغني أغنية ما شربتش مني لها، فقالت لها أحسن حتجيلك بالهارسيا، ثم نصحتها بأن تشرب مياه معدنية فرنسية، ثم عادت شيرين عقب انتشار مقطع الفيديو وقدمت اعتذاراً عن الحادثة. لمدة 15 دقيقة حاولت الفتاة الفرنسية البالغة من العمر 21 عاماً التي تدعي على المغني المغربي سعد مجرد بأنه اغتصبها تفسير ما حصل وسرده من وجهة نظرها ووفقاً لروايتها للحادثة. حقق الفيديو الذي تحدثت فيه بالفرنسية أكثر من 500 ألف مشاهدة في ساعات قليلة. أوضحت الشابة ما جرى بينها وبين المجرد في تلك الليلة التي جعلتها شبه معزولة عن أصدقائها وأهلها، وبدأت كلامها قائلة مرحبا، اسمي لورا بيريول، عمري 21 سنة، منذ سنة من الآن تعرضت للاغتصاب والضرب، لم تأتني الفرصة للحديث في الموضوع لأنني لم أشأ أن أخلق ضجة حولي، اليوم أحس أنني أصبحت وسخة بسبب هذا الملف، الجميع عرف كل شيء عن الموضوع بما في ذلك عائلتي، وهو أمر كان يصعب علي تقبله، واليوم قررت أن أقول كل شيء من دون الدخول في التفاصيل. ثم سردت ما حدث في تلك الليلة أنهما بعد أن سهرا معا في أحد الملاهي الليلية وكان المجرد ثملا للغاية انتقلا إلى فندق صديقه، وبعد قضاء وقت لطيف ومشاهدة فيديو وكانوا أربعة طلب المجرد أن ينتقلا إلى جناحه الخاص في فندق آخر، ولم ينضم إليهما رفيقا المجرد بل بقيا معا هو وهي. تقول في فندقه استمعنا إلى الموسيقى وصرنا نرقص ونقترب من بعضنا وصار يقبلني، وحين طلب تقبيلي مرة أخرى رفضت فضربني، حاولت أن أدافع عن نفسي لكنه عاد وضربني واغتصبني بشدة. وتناولت الفتاة تفاصيل أخرى أثارت التساؤل حول التوقيت اليوم، خصوصا أن المجرد خرج بتصريح من القضاء من فترة احتجازه الإجباري وأزيل عنه السوار الإلكتروني لكنه ممنوع من السفر من فرنسا إلى حين البت نهائيا بالقضية. في مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وصفت الإعلامية الكويتية ماي العيدان الفنانة المصرية أنغام بالتافهة، وكلام العيدان جاء خلال استضافتها حصة لوغانمي في برنامجها كشف حساب. وانتقدت العيدان ما قامت به أنغام خلال مهرجانات هلا فبراير بعد مغادرتها المسرح مرارا لعدم وجود الجمهور فيه كونها تغني في دار للأوبرا، ووصفت اللوغانمي تصرف أنغام بغير اللائق، وقالت إنها لاحظت خوف أنغام من الناس وأنها لا تحب التحدث إليهم، وتابعت إن أنغام كانت تذل الناس وتشعر بالغيرة لأنهم جمهور ماجد المهندس. في الإطار نفسه المطربة السورية أصالة جوبهت بموجة من الانتقادات بسبب آدائها لأغنيات أنشودة الفن للموسيقار محمد عبد الوهاب في فعاليات افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي. الانتقاد الأبرز سطرته الكاتبة الكويتية فجر السعيد التي شنت حملة سخرية وانتقاد على حسابها الشخصي على موقع التواصل تويتر، ومن بين ما كتبته ضمن تغريداتها الله يرحم محمد عبد الوهاب، الحمد لله إنه مات قبل لا يسمع أصالة بمهرجان السينما تغني أغنيته. وأضافت في تغريدة أخرى ساخرة من أصالة أصغر طفلة مصرية في كورال الأوبرا حافظة رائعة محمد عبد الوهاب أنشودة الفن وأصالة محافظتها. فجر عمرو دياب قنبلة في وسائل التواصل الاجتماعي بعد تغريدة على تويتر يعلن فيها أنه سيقدم برنامجا تلفزيونيا، ولا تزال التكهنات حول نوعية البرنامج مبهمة،
هو الذي رفض عروضا كثيرة جاءته لخوض المجال نفسه في محطات تلفزة عربية ضخمة، ورفضه مرارا عروض الوقوف في لجان تحكيم برامج الهواة. وبرغم إطلالاته النادرة إلا أن عمرو دياب يحظى بمتابعة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وله جمهور واسع في العالم العربي ومعجبين يتواصلون معه من خلال متابعته على تويتر وفيسبوك وإنستغرام. وبعد إعلانه هذا تساءل كثيرون عن طبيعة هذا البرنامج، حيث نشر إلى جانب تغريدته صورة تجمعه وشريف خالد وهو رئيس مجلس إدارة مجموعة شركة التواصل التي تشرف على قناة الحياة، معلنا برنامجه الذي سيبصر النور في تشرين الأول أكتوبر من عام 2018. يشار إلى أن لدياب تجربة تلفزيونية يتيمة في عام 2008 قدم فيها سيرته الفنية بشكل سردي في 16 حلقة. كانت هذه النشرة الفنية قدمناها لكم من قناة رويش تي في. تابعونا باستمرار، اشتركوا في القناة وقوموا بتفعيل الجرس لمتابعة نشراتنا القادمة فور ورودها. إذا أعجبكم هذا الفيديو لا تنسوا مشاركته على مواقع التواصل الاجتماعي وتسجيل الإعجاب، واكتبوا لنا تعليقاتكم حول ما سمعتموه من أخبار فنية في الفيديو. شكرا لكم على المشاهدة.